عود الطيب المبارك بعد سير الارض والسماء معجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم الا وهو القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة الذي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ احمد عبد الواحد عبد الفتاح العربي القارئ والمفيد بمدينة اشنوط. ندع الله العلي القدير له التجلي والتوفيق ولي ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والله بما تعملون عليم.
ولا تكتم الشهادة فإنه
والله بما تعملون عليم
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله No! لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وانا واغفر لنا وارحمنا أنت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة إن الله
السماء ما يعلم
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن صدق الله العظيم. أشرف على هذه التلاوة القرآنية المباركة الذي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد عبد الواحد عبد الفتاح العربي القارئ والمقيم بمدينة أشنوط، وكان معكم وبتوفيق من عند الله إذاعات صوتية وأنوار كهربائية، ومن داخل أسرة ضيافة المتنقل لكبرى مخازن الفراشة، وهي إدارة المخازن الفاش مهندس هيثم الزنا بمدينة أشنوط بشارع شرق المحطة بجوار مسجد النور. أيها السادة، تقبل الله عزاءكم وشكر الله وسعياكم جميعا.